هو ليه الراجل بيلجأ ان هو يتجوز واحده اكبر منه في السن؟ ليه؟ ممكن اسباب كتير، عنده عقدة أديب، ممكن قوي، ممكن يكون هو عنده مشكله خاصه بعلاقته بامه وهو بعد كده هو تشده الحنان، ممكن تكون هي الست صعبت عليه. خدي بالك، انا ما عنديش مشاكل بس ما تبقاش زوجه تانية. انا ما عنديش مشاكل، هو ربنا قال ان الزوجه التانية انا دي ما حاجه بتكلمش غلط. فيها دين، تعالى قول لي وانا ليا الاختيار، ما تفاجئنيش. حلو قوي. مش ممكن ساعات كتير رجاله ما بتقولش عارفه ليه؟ عشان هو عاوز يراعي مشاعرها، يا مش حبيبي عاوز يجرحها. ممكن. شوف الراجل حنين ازاي واحنا اللي ظالمينه. انا مش بقول ان احنا شوف ظالمين، الراجل طيب ازاي، على فكرة عملها من ورايا عشان يوفر عليا ان انا اتعب واتضايق. لا احنا نتفق على حاجه، ده انا بص هو بص راسه بقى لاني فهمته لا غلط. مش قوي كده، بس احنا المفروض احنا هنا على الحياد، احنا المفروض قاعدين عشان حاجه مهمه. احنا سمعنا اولا القصه من طرف واحد، صح ولا لا؟ نمره اتنين، خليكي معايا بس لغايه اخر الكلام وخدي نفس كده، يجوز انا وانت نتفق في الاخر. تاني حاجة، احنا ما سمعناش الراجل ده هيقول ايه. هي شايفة ان العلاقة مثالية والناس بيحسدوهم، ويجوز هي دي مش مشاعره. وبعدين في حاجة تانية مش واخدة بالك منها، ايه بقى؟ سن 44 دوت، دي ازمة منتصف عمر. لازم الست تكون متفهمة لطبيعة المرحلة دي، زي ما برضو الزوج لازم يكون متفهم لطبيعة المرحلة دي. يعني انا اروح اشوف دي. الشغل اللي انا بشتغله، ولا اشوف العيال اللي ما بتذاكرش وبقوا في سن مراهقة، ولا اشوف جوزي اللي عمال يجري ويلهو ويرمح مع جيراننا في العمارة لانه في ازمة منتصف العمر، يروح قلبي. انا مين يشوفني؟ انا مين يشوفني؟ شوفي نفسك، ما انت لما تشوفي نفسك هتعرفي تشوفيه. يعني لو اهتميت بنت، انت عايز تقولي ان ما اهتمتش بنفسها يعني؟ فهو بص ورا والله، اصل الاهتمام بالنفس هو هيكوني من راي الستات دي. لا لا لا، بصي انا هقول لك حاجه، الراجل ساعات بيبقى متجوز مراته صاروخ ورغم كده بيبص بره، فانا ما بشوفش ان ده سبب قوي. لا ما ده مش سبب، ده دي بتبقى عين زايغه. ماشي، ده عين زايغه بقى دي، بس ده ما يعتبرش يتقال عليه عين زايغه. عارفه ليه؟ لانه بقاله 19 سنه ما تصرفش التصرف ده. فاحنا دايما كانوا لما احنا بيحسدوهم، انا ده اللي غيظني. عشان كده عارفه لو في خناقات يبقى في تمهيد. بالعكس، احنا دايما لما بنيجي بنحكم على الشخصيه بنشوف النمط بتاعه ايه. هل هو دايما طول عمره مثلا بيخش في علاقه يطلع في الثانيه؟ هل هو مطلع عينها؟ بالعكس، بس يعني عارفه لو قالها مره، اصل في رجاله بتهزر كده دمها خفيف قوي، رجاله لذيذه جدا، يقول لها ده انا بفكر اتجوز عليك، بيرميها افيه يعني. لا هي مش افيه، يعني ده العقل الباطن وبيجس النبض. انه الان يسال كلمة. ده على جنب، ده بيسال دلوقتي، مالناش دعوه بيه. فاهمه؟ مفيش كلمه بنهزر وبنقولها سواء راجل ولا ست الا لو كان فيها شيء من الحقيقه. شكرا، دي بقى حاجه ثانيه.